نبي خالد اصحى اتفرج معايا على الفيلم وبعد كده والله يا سيبك تنام. يا ساره، وانا فيا حل ساعتين اتفرج على فيلم؟ تعالي ننام وبكره نتفرج عليه. لا لا لا، ساعتين ايه ده؟ هي دقيقه واحده بس والله. ده فيلم ايه ده اللي دقيقه واحده؟ اتفرج. طيب تحت، تعالى شوف. كده شوف وقولي ايه رايك. ايه ده؟ اول مره تشوفه صح؟ بس انا شفته 100 مره. بس طبعا مع اختلاف البطله، البطل دايما كان زي ما هو. دي ولاء اللي عندنا في المعرض. اه ما انا عارفه، اللي قبلها كانت صاحبتي، واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها كانوا شغالين معي. على فكرة انتي فاهم الموضوع غلط. عارف، الناس دايما بتقول ان الرجالة بتخون مراتاتهم علشان مقصرين معاها. بس هو انا قصرت معاك فيه؟ ده انا طول عمري شايلك على راسي. ده انا من يوم ما عرفتك عمري ما عملت حاجة تزعلك. بس انت ما تمرش فيك اي حاجة. هو في ايه؟ انت مالك داخل عليا حامية كده ليه؟ محسسني ان انا بخونك مثلا. من قبل ما اتجوز وانت كنت بتخوني، وكنت دايما بقول يمكن لما نتجوز تتغير، بس برضه زي ما انت ما اتغيرتش. تعرف المشكله في ايه؟ المشكله ان انا كل مره بكتشف خيانة. وانا ما عملتش حاجه غلط، ما اتجوزتش عليك يعني. يا ريتك كنت عملتها والله، كنت احترمتك. احترمي نفسك وما تطوليش لسانك. طلقني يا خالد، طلقني. اتطلق.